وما كنت اهلا وسهلا مرحبا بكم في الاحد الرياضي، نرحب بكم ونرحب بالحضور معايا اليوم. فما جديد زاده في الحضور، عملنا تيرن اوفر، ميني تيرن اوفر ممكن في الاستوديو. رحب بكم، وش نبدا على يساري جديد في استوديو الاحد الرياضي هو حضور اسامه السلامي. رحب به اولا، اهلا بك اسامه. مرحبا معز، ومرحبا بالاخيان وبالمشاهدين. سعيد انك معنا يا اسامه ليله، وسعيد زاده باللي بجنبك رضوان الفالحي. اهلا بك رضوان. اهلا بك معز، مرحبا بك اكيد خالد مالك واسامه. دونك فرحان برشا اليوم معاكم، ان شاء الله نقدموا الاضافه وتكون حصه ممتازه كالعاده ان شاء الله. نرحب بقيدومنا في الاحد الرياضي خالد المولي. اهلا بك خالد، شحوالك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك معز، بالساده الحضور والساده المشاهدين. بجنبك مالك ترابلسي، تعرفتوا عليه من الحلقه الاولى للاحد الرياضي، صحفي الاحد الرياضي. مالك اهلا وسهلا. مرحبا معز، مرحبا بالحضور والساده المشاهدين. بعد ان تعرفوا علاش مالك ترابلسي معنا منذ بدايه الاحد الرياضي، هذا اللي باش تتابعوه الليله في الاحد الرياضي. بالطبع باش نبداو بالحدث في ال 24 ساعه الاخيره، ايقافات في صفوف احباء الافريقي بعد تواصل الاحتجاجات ومطالبه هيئه اليونسي بالاستقاله. في الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى، الترجي يواصل تصدر الترتيب، ثلاث نقاط ثمينة للأولمبي الباجي في تنقل صعب للمتلوي، وأول هزيمة لكل من نادي الصفاقسي ومستقبل سليمان. وتشاهدوا في الأحد الرياضي أيضا عودة للمشاركة التونسية في الكؤوس الإفريقية، خروج مبكر للسي اس اس، وقراءة في قرعة الأدوار المقبلة لبقية الأندية. وفي كرة اليد حوار خاص مع مدرب المنتخب الوطني سامي السعيدي قبل مونديال مصر 2021. بطبيعة المدرب الوطني سامي السعيدي باش يكون معنا بعد مباشرة من منزله من بيته، وقاعد يستعد باش يتابع معنا الفقرات الأولى من الأحد الرياضي. اقعد معنا سامي، نرجعوا لك إن شاء الله خلال هذه السهرة. كما قلت البداية باش تكون بالحدث، كنا نتمناو أنه نبداو بكرة القدم، نتحدثوا على كرة القدم على الجولة السابعة من رابطة المحترفة الأولى، لكن الأحداث اللي شاهدناها البارح في تقريب 24 ساعة الأخيرة فرضت نفسها أحداث ما كناش نتمناو أنها تحصل. مرة أخرى مواجهات بين الأمن وجماهير كرة القدم، المرة هذه الأمر يتعلق بجماهير النادي الافريقي. صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توانسة تشغلوا بالصور هذه بقساوة بعض المشاهد. جماهير النادي الافريقي خرجت في مسيرة كان يفترض أنها تكون سلمية احتجاجية أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، لكن بعد ذلك أصبحت مواجهة، الأمر تحول إلى مواجهة بين قوات الأمن وفئة من الجماهير، نتيجة اعتقال نحو 300 شخص من أحباء النادي الإفريقي. وشاهدنا صور صعيبة، صور عائلات تونسية تقلقت منها البارح، برشا عائلات تونسية لقات أولادها محتجزة، برشا عائلات ما عرفتش مصير أولادها بعد أن خرجوا في مسيرة كان يفترض أنها تكون سلمية. بالطبع فئة من الجماهير أيضا كانت غير منضبطة، هذا يلزم نقولوه، وبالطبيعة الحصيلة كانت كما قلت المئات من الإيقافات. باش ناخذوا وجهة النظر الرسمية، معنا السيد محسن الدالي ناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، ومعاه نعرفوا آخر التطورات فيما يتعلق بهذه المواجهات، وعدد أيضا اللي بقاو في تحفظ ربما لإيقاف التحفظ. سي محسن مرحبا بك معنا في الأحد الرياضي، أعطينا الصورة الآن بعد تقريبا 24 ساعة من هذه الأحداث اللي شهدها محيط الجامعة التونسية لكرة القدم وتقريبا جهة المنزه. مساء الخير ليك سي معز ولكل الحضور في البلاتو، وبطبيعة الحال كل متابعي برنامج الأحد الرياضي. ولو تسمح قبل ما نوضح ربما الجواب على سؤالك، ربما بعض النقاط نحب نقولها اللي هو راهو الاحتجاج والتظاهر المكفول لكل الناس بما فيها الجماهير الرياضية، وهذا حق دستوري ما يناقشه حتى واحد.
المثل الثاني هو الاحتجاج السلمي يحول خرق القانون وارتكاب الجرائم راهو من واجب النيابيه ومن واجب الوحدات الامنيه باش تتدخل، خاصه اذا كان ثم مواطنين عاديين وقاعد ضرب ممتلكاتهم. نقول لك برشا سيارات وقاعد تحطيمها، برشا المترو تضر، برشا امنيين وقاع الحق اضرار بهم. دونك هكا علاش الصوره كانت بالطريقه هذه اليوم. اكيد هو القانون يحدد التدخل الامني، ثم قوانين مضبوطه في العالم الكل تحدد التدخل الامني في مسائل من نوع هذا. برجوع سؤالك، انا نقول لك الاعداد الجملي اليوم اللي وقع يعني كانوا مشمولين وكانوا موجودين في الوقت هذاك هم 202 شخص. اليوم اغلبيتهم شباب. بعد ما وقع سماح من قبل الوحدات الامنيه وكان السماع نتاعهم تحت اشراف النيابه العموميه. واللي عاين ظروف السماع ووقفت على كل مجريات السماع. بعد ما انتهت الابحاث الاوليه وقع الاحتفاظ بثمانيه اشخاص اللي كلهم كبار ما عدا شخص واحد اللي هو عمره تحت 18 سنه. وقع يعني الاحتفاظ بثمانيه اشخاص. سي محسن سامحني على المقاطعه، الاحتفاظ بثمانيه اشخاص بعد اكتمال التحقيقات، معناتها ثمانيه اشخاص الان حاليا مازالوا في الايقاف، لانه البارح شاهدنا صور وفيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعات كبيره يعني يمكن نمشي حتى المئات يعني، وتم حتى تحفظ عليهم بطريقه وبصوره كانت نسبيا مسيئه لتونس ما بعد الثوره. مش مظاهره المعد النقطه هذيك، وانا شفت الحقيقه التعليقات شنو تساوى. هو العدد الجملي اللي كانوا مشمولين من وقت التتبع كان 202 شخص. باش تلم 202 شخص ما ثماش في فضاء، ما ثماش لاطون باش تحط 202 شخص. دونك وقع كان يمكن مثلا تفريقهم على المراكز اللي في المحيط، يعني لواط الاحتفاظ بهم بطريقه بصراحه كانت نجم نقولوها مهينه بصراحه. لا سمعني سي معز، انا شوف بالنسبه تاع الطريقه ترى هذيك ربما كان يجمي وزاره الداخليه توضح الموقف تاعها، من كيك متدخل نظاميه اذا كان 202 شخص مش يقع سماحهم كل واحد يقع سماع وحده. دونك مضطرين باش يخلوهم في الانتظار، يعني وقع 202 شخص وقع سماحهم الكل. دونك باش ياخذوا وقت في الانتظار اذا كان كل واحد يقع سماعه في خمس دقائق راه مش 15 ساعه. دونك بعد سماحهم لانه ما يحبوش نظموا احنا شخص يكون ما عنده حتى علاقه يقع احتفاظ به وقع سماحهم، والسيد الممثل يوميا كان على عين المكاره وراقب ظروف السماعات نتاعها. نعم. وراقب الظروف بعد ما انتهت الابحاث الاوليه وتوفرت المعطيات الاوليه اللازمه، اتخذت النيابه العموميه قرار بالاحتفاظ بثمانيه اشخاص فقط من جمله ال 202 شخص. 12 شخص وقع اقرار تقديمه للنيابه العموميه يوم تقديم الابحاث. هذا واضح، احنا مع حفظ الامن بطبيعه واحنا مع الامن التونسي، مع التعاطي ايضا بصرامه ولكن حسب القانون مع كل من يخالف القانون، لكن البارح ايضا يلزمنا نقولوا سي محسن انه تم الاحتفاظ ايضا ولو مؤقتا حتى بقصر، يعني شفنا ولد صغير يعني تقريبا اقل من 15 سنه. لا شوف بالاحتفاظ انا ناكده لك، خلي الكلام مش عندي في كلمه تقال كل موقعش الاحتفاظ بقاتل فقط من ثمانية اشخاص، راهو الفترة اللي تحكيوا عليه مش احتفال هذيك. راهو تصور انت مجموعة ثم ناس ضرت كرابة قدام دار الكاستر، ثم مترو الكاستر. وقع الاحتفال بقصر وقلت لك ما ثم حتى قصر، واحد فقط من ثمانية اشخاص. الفترة اللي تسبق الاحتفال راهو صار لغط عليها، راهو ماهوش احتفال هذاك. وانا دقيق من ناس ربما من يفهموا في القانون يقول احتفال مش احتفال، الاحتفال يكون بقرار النيابه العموميه، والنيابه العموميه احتفظت بثمانيه اشخاص فقط في مقاصر وحيد. اوكي، واضح يعني الان يمكن نمشيو انه الثمانيه هذو متورطين في اعمال شغب، في عنف، في تكسير ما الى ذلك، ام بالنسبه لاهاليهم يمكن انه ممكن يخرجوا يعني بعد ساعات من الان من الايقاف يرجعوا لديارهم المصير. سي معز هو راهو شوف راهو هذه مش اول مره النيابه العموميه تتعهد بموضوع نتاع الشغب في الملاعب الرياضيه والجمعيه الرياضيه، مش يقع استكمال ابحاث، ثم دي كاميرا، ثم فيزيوناج. بطبيعه الحال اللي ما ينسب له او ما ارتكب حتى جرم بيصير بطبيعه الحال القضاء مش ينظر وضعيته. بطبيعه الحال حتى كان ثم معناها ثم بعض التجاوزات بطبيعه الحال القضاء نظر تعامل مع وضعيه عاديه سابقه مش جديد عليه الموضوع. واضح، شكرا لك سيد محسن الديلي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، اعطيتنا صورة على اللي حدث البارح على عدد الإيقافات. نذكروا لي الآن ثمانية فقط موقوفين بسبب الأحداث اللي دارت البارح في محيط ملعب المنزه بالقرب من الجامعة التونسية لكرة القدم. بطبيعة باش نرجعوا أيضا لأسباب
هذه الوقفه الاحتجاجيه الكبيره، لانه رجعنا بدينا بالتداعيات، لكن الان باش نرجعوا للاسباب. اسامه كانوا عندك تعليق على اللي حدث البارح. والله اهم حاجه نحب نقولها يعني على اللي صار البارح، اللي فما حاجه مهمه كانت هي المسيره، كانت يعني كما نقولوا فيها سلميه ابار سلميه، كانت محضره قبل بنهارين مولي. يعني كان جات فما سوء نيه ما يقولوش قبل بنهارين ويهبطوا في ليباج راهو نهار السبت فما باش نتقابلوا مثلا قدام بلاصه معينه، هذه ديجا حاجه تدل اللي كانت سلميه. وسورتو يعني شفنا يعني برشا موظفين، برشا نساء، برشا اولاد صغار، يعني ظاهره باش تكون سلميه. ما نعرفش من بعد صار، لكن انا متاكد منه اللي وسورتو فما اهم حاجه في المسيره هذيا اللي اربع جروبات اول مره يتحدوا، فهمت؟ يعني ظاهره امور سلميه، وجاء وقالوا قبل ب 24 ولا 48 ساعة راهو ملتقانا مثلا نهار السبت كذا وكذا. لو كان فما كانت معلنة وكانت نسبيا يمكن نقولوا انها حتى منظمة بطريقة جيدة، طريقة جيدة وفيها نساء وفيها، اما ما يمنعش ممكن فيها بين قوسين بعض المندسين. شوف معز، هو في اغلب الاحيان في التظاهرات هذوما يكون فما عباد يحبوا يخربوا ويفسدوا ويعملوا معناتها احداث عنف، وهذا اللي صار في الوقفة الاحتجاجية هذه. دونك هذاك علاش كان بتاتر التصرف نتاع الامن، لكن الحاجه اللي تقلق في الموضوع معز انه يمكن التصرف والتعامل مع ايقاف الاشخاص هذوما كانت الحقيقه تعطي صوره سيئه على تونس. معناها شفنا دي فيديو وتصاور تقريبا دارت ان بو بارتو في لي ريزو سوسيو، ناس في القاعه معناتها صوره خارقه برشا، طريقه مهينه، طريقه ماهيش حضاريه، كرامه حضاريه. المفروض انه كما كنت تحكي سواء يتقسموا على الاقسام او يتم معناتها استدعائهم معناتها بار جروب، وتكون طريقه او فرزهم بطريقه اسرع ربما ما يبقاوش لانه كيما حكى لك اسامه راه فما ناس موظفين، فما ناس يقراوا دي زيتيديون، فما عباد معناتها محترمين على القليله نحفظوا لهم الكرامه نتاعهم. احنا مع تطبيق القانون لكن في نطاق المعقول. زاد هو مالك طرابلسي بحث في الاسباب العميقه، من بعد نرجع مع مالك التقرير خاص بالنادي الافريقي، ازمه النادي الافريقي، لكن كانت ايضا لك فرصه مالك لسماع وجهه نظر الرسميه بالنسبه للنادي الافريقي، هيئه عبد السلام اليونسي، في كل ما يحدث من تطورات في الساعات الاخيره. صحيح، هو بالنسبه لموضوع النادي الافريقي صراحه يستحق انه نحكيوا عليه ممكن سيزون كامله، نجموا على نخدموا على النادي الافريقي، والا نجم يكون موضوع نتاع انفوي سبيسيال النادي الافريقي ولا اونكيت اكسكلوزيف، لانه النادي الافريقي برشا مشاكل فيه، لكن مش المشاكل هي النقطة الأهم في النادي الافريقي، كان ينجموا يتجاوزوها المشاكل هذه. هذه ممكن نقطة استفهام كبيرة إذا نحبوا نحكيوا على الأسباب العميقة اللي وصلت النادي الافريقي للمشاكل اللي فيها اليوم. بالنسبة للاحتجاجات اللي ريناها البارح كما قال أسامة راهو كان معلن عليها قبل وكانت موجودة في الريزو سوسيو. الأمن احنا مانيش ندخلوا بطبيعة الحال في الأمن كيفاش يتعامل، طريقة التعاطي طريقة التعامل، لكن هو يعرف البريمتر معروف نتاع استاد المنزه نتاع وزارة الشباب والرياضة نتاع الجامعة التونسية كرة قدم، كان ينجم يطوق الأمر أحسن من كي ومن قبل يكون حاضر بالنسبة للاحتجاجات اللي وصلت إيقافات أكثر من 200 شخص. نشوفوا رأي الهيئة المديرة للنادي الإفريقي سامي المقدم الكاتب العام للنادي الافريقي، كان التقى معاك اليوم. مالك واعطانا التصريح هذا، نتابعوا مع بعض. مرة أخرى النادي الافريقي أمام وضعية معقدة قضائيا ماليا ورياضيا، اتهامات وأسهم انتقادات متجهة للهيئة المسيرة اللي على رأسها عبد السلام اليونسي، وجماهير الساعة تتساءل إلى متى؟ السيد هذا عبد السلام اليونسي والهيئة نتاعو، احنا الناس الكل تعرف اللي عندنا ديون، ومتحركة الناس باش خلصت باش عملنا اللطخة إلا ما مهدي الغربي عمل الانيسياتيف نتاعو وباش العباد عطات فيه الثقة ومشى حل الكونت في الاف تي اف ليتيج، فهمتني؟ وباش العباد عملت اللطخة ومنعنا بار كبير من الخطايا. أنت نادي الفريق مدخلتك قرابة 41 مليار في في في, في عامين ونص، والخطايا بقات نفسها. جمهور يدفع 7 مليارات في 3 شهور والخطايا تزيد، كيفاش هذا؟ للاسف معناتها الهيئه مده 3 سنوات ما حطتش الاولويات تاع النادي الافريقي، تحب في نفس الوقت تحب تخلص الديون وتعمل فريق رياضي معناتها ينافس وتعمل مشاريع جديده ما تنجمش. دونك فشلت فيهم الكل خاطر ما ثماش استراتيجيه واضحه وما ثماش تنظيم الاولويات في النادي الافريقي. اليوم النادي الافريقي قضاياه تحسب كان بالمليارات،
قضية الزوز ملاعبية من الكاميرون تطفو على السطح إلى أن وصل الحديث على تدليس، في حين أن النادي الإفريقي يحكي على تحايل من طرف شركة وهمية انتحلت صفة القانونية لتمثيل اللاعبين. وقت اللي رفعوا هما المحامي شاف الكتب اللي هما مصحين فيه، عرف في ميدياتمون للكتب ذاك الفيفا ما تنجمش تعتمدوا، وهو محاميهم عنده 9 سنين كان في الفيفا دونك يعرف. رفع القضية وربحوها القضية، ولهنا بدأت الأخطاء الكارثية اللي تحب ولا تكره معناتها عبد السلام مسؤول عليها. الأخطاء هذه تتمثل أولا في أنه ما استأنفش الحكم، ما استأنفوش الحكم لأنه في الفترة ذيك اتصلوا بهم شركة محاماة من الكاميرون وعرضوا عليهم صلح باعتبار أنهم يمثلوا اللاعبين. يخرج المحامي نتاع اللاعبين يقول لهم لا سي با فري، أنا راني المحامي نتاعهم وما عملت حتى صلح. يتبين من خلال المحامي من خلال وكيلهم أنه المكتب ذاك وهمي لا وجود له في الكاميرون. طيب أنت تعرضت للتحايل تمشي تشكي. هذا لم يقع إلى حد اليوم. المحامي البلجيكي الوثائق هذوكم اللي هما طلعوا وهمين استعملهم ضد النادي الإفريقي وقدم شكاية في تدليس في فيفا، اتهم النادي بالتدليس. تمكننا من الحصول على وثائق تبرز الاتفاق الحاصل بين النادي الإفريقي وشركة المحاماة الوهمية حسب ما صرح به النادي الإفريقي. واليوم عبد السلام اليونسي يلقى روحه في مأزق من جديد، ومضطر لدفع ما يقارب 1.8 مليار للمحامي البلجيكي اللي يمتلك الصفة الشرعية لتمثيل اللاعبين الكاميرونيين. ظرفية اليوم تاع النادي الافريقي اللي احنا الناس الكل تجري وتجري وتعيط لتغيير الهيئه ولخلاص الديون ولتاهيل المفروض علينا تاع اللاعبين اللي تم جلبهم، معناها نجيو نزيدوا نشريو لاعبيه اخرين مع نتائج رياضيه سيئه، وحتى حد ما يخرج يفسر شنو هي الاستراتيجيه، شنو هي الرؤيه، شنو هي الوضعيه باش يكملوا ماهوش باش يكملوا، يعني اكثر من السذاجه. يعني خلينا نقول لك معناتها نونشالونس، وما نحبش نستعمل كلمه اكبر من نونشالونس. ما يعرفش 10 سنين فشل، 10 سنين ما طلعش على البوديوم، عمل مشاكل مع سليم الرياحي ونعرفوا كل شيء بالتاريخ وبالكذا، طويك شد مسؤوليه وشد رئيس ما رينا حد شيء يصلح، بالعكس خراب. عبد السلام اليونسي رجل عدو نفسه، عبد السلام اليونسي يكره النجاح. بالنسبه لنا نحن كجمهور نادي الافريقي وكمنخرطين، الهيئه هذه وفات صلاحيتها غير شرعيه ونطالب بمحاسبتها، بعد رحيل نطالب بمحاسبتها. وبلاغات عن شبهات فساد داخل النادي وصلت بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقديم ملف يخص عدد من المسؤولين من النادي الإفريقي على أنظار القضاء. الانطلاقة كانت بتبليغ، كانت بملف، وتحب نزيد نكون أوضح معك، بملفات تبليغ وردت على الهيئة وتعهدت بها الهيئة، وانطلقت الهيئة في أعمالها، تعاملت في هذا الملف كما تعاملت مع ملفات أخرى، وكما تواصل التعامل مع كل التبليغات والعرائض والملفات التي تريد عليها. الشبهة قائمة في مستوى الهيئة، أحالنا الملف إلى القضاء، والملف الآن من أنظار القضاء ولم يعد بحوزة الهيئة. برشا تعقيدات ونزاعات قانونية، والإفريقي من اللي كان يراهن على نقاط الفوز على الميدان ولا يسعى للخروج بأخف الأضرار من قضايا المحاكم. هذا تحقيق الأسبوع على النادي الإفريقي على أسباب الأزمة، بحث في العمق نسبيا مالك، رغم أنه نعرف أنه يعني الموضوع أطرافه متعدة، يعني صعيب أنك تحصر الموضوع نتاع النادي الإفريقي وأزمة النادي الإفريقي في 3 أو 4 دقائق. حاولنا باش نحكيو على بطبيعة الحال على رئيس النادي عبد السلام اليونسي، ونحكيو زادة على ملف اللاعبين الكاميرونيين اللي حسب الناطق الرسمي السابق باسم النادي الافريقي كمال بن خليقة الاخطر ملف هذا. النادي الافريقي ملزوم انه يدفع تقريبا 1.8 مليار، يعني علاش انا قلت في التحقيق انه النادي الافريقي اسمه ولا متعلق بالمليارات بفض نزاعات قانونية بالتيماتوم تاع فيفا. يعني قبل جماهير النادي الافريقي كانت تحكي على ماتش، على مراهنة، على المربع الأولاني في الترتيب. اليوم نقاو جماهير نادي الإفريقي تحكي على مليارات ومساعدة الفريق وفض نزاعات قانونية، يعني حتى نجم نقولوا جماهير نادي الإفريقي طاحت شوية في الفخ متاع الأمور الإدارية للنادي الإفريقي. احنا سمعنا اللي كانوا يخدموا مع الهيئة المديرة السابقة كما
كمال بن خليل ولا رشيد زمرلي، باش نسمعوا زاد راي الهيئه المديره الحاليه في شخص سامي المقدمي اللي هو الكاتب العام للنادي الافريقي. هبط البارح البيان تاع الهيئه المديره اللي يحدد الانتخابات والجلسه العامه التقييميه والجلسه العامه الانتخابيه نهار 27-28 فيفري، والهيئه المديره باش تواصل مهامها في خلاص الخطايا وتاهيل اللاعبين. هذا يا معناها النادي الافريقي توا معناها ماشي، وزيد معناها باش نشوفوا القرارات اللي باش تنشا على لجنه الطوارئ للجامعه التونسيه لكره القدم، اللي هي احنا تعهدنا باش نجيبوا لها معناها مجموعه من الوثائق. قدمنا لها التقرير المالي نتاع 18-19 ومازال 19-20 على خاطر مازال عنده مراقب الحسابات لازم يكمل المهمه الموكوله في عهده. الجمهور راه عنده ألف حق كيفاش باش يغضب ويعبر على الغضب نتاعو، على خاطر الحاله نتاع الجمعيه وصلت المستوى اللي ما عادش يتسكت عليه صحيح، لكن زاد من جهه اخرى كي ثم اشخاص معينين يقوموا بالتجيش ويقوموا معناها يجروا على اولاد صغار، وواحد كما شفنا البارح كي احنا نمشيو البنوك معناها باش نقدموا على تمويل ولا واحد نلقاو عباد اخرى سبقتنا باش تعطل، وكي احنا معناها نمشيو باش نهزوا شيك من عند المستشار نلقاو معناها عباد اخرى مشات تكلمت معناها جهات معينه باش تصير عقل، وعباد تمشي معناها تخرق حتى السر البنكي وتشوف لك ثم واش ما ثماش في الكونت وتبدا تحكي لك في فيسبوك. معناها وصلنا الوضعيات معناها ولينا نضروا في النادي الافريقي مش نضروا في الاشخاص، راه ونتمنى هذا يفهمها راه جمهور النادي الافريقي، راهو لهنا رانا وصلنا نضروا في النادي الافريقي مانيش نضروا في الاشخاص، خاطر الاشخاص باش تمشي راه انا باش نمشي، عبد السلام اليونسي باش يمشي، الناس الكل باش نمشي حد ما هو قاعد. مثلا نعطيك انا مثال، البارح مثلا يكلموني على موقوفين، والموقوفين من جماهير النادي، انا ماشي باش ناخذ ليست نتاع الموقوفين، تعرضني فتاه في الشارع سمعتني ما نكره، وانا ماشي معناها باش نخرج باش نمشي نشوف حل العباد. معناها هكا ريت وين وصلنا، معناها كي نوصلوا للدرجه نتاع التجيش هذيا ما سيء، معناها بالحق معناها ما عادش نحكيو على انسحاب ولا استقاله ولا اقعاد ولا مشيان، هذايا ولينا نضروا في النادي الافريقي. كان هذا الموقف الرسمي لهيئه نادي الافريقي، وقبل ما نودعك مالك وقبل ما نغلق قوس مؤقتا قوس النادي الافريقي لانه الازمه مفتوحه ربما على تطورات اخرى، سامة كأنك طلبت الكلمة تحب تعقب. هاي حاجة واحدة لسي سامي، بربي أنا من المنبر هذا نحب نقول له نقص من الاستبلاه على جمهور النادي الإفريقي، وهذا أولاد صغار، إذا عندك كلمة باش تقولها يا تسمي بالأسامي، نمشي أنا الشريك أنا القناة سبقتني، يا تسمي بالأسامي وما نستبلهوش جمهور النادي الإفريقي اللي حضروا البارح راهم أربع جروبات اللي هما انتخبوا الهيئة المديرة هذيا. باهي والهيئة المديرة هذيا انتخبوها 300 شخص اللي جاوا البارح قرابة 4000. يعني يا سي سامي من فضلك من منبر هذايا نقص من استبلاه الجمهور النادي الافريقي. حتى التطورات اصبحت خطيره يا اسامه، لانه المعلومات اللي توصلنا الان ونحن في المباشر انه تم التهجم على عبد السلام اليونسي في بيته. ايوه معناتها وصلنا للدرجه هذه من حده الاحتجاجات ومن استهداف الاشخاص. نقول لك حاجه معز، اللي يزيد يجيش الجمهور النادي الافريقي هل لي ديكلاراسيون هذوما، يعني كي تخرج انت بك بوكو دو نونشالونس كيفاش تقول له، يعني برود الدم لا مبالاه، فهمت، وناس وراها وناس قدام، هذم جمهور هذم ناس كبار، هذم فما مهندسين فما طب خرجت فما محامين فما واضح انه فما مشكل نتاع تواصل واتصال من الهيئه مع جمهورها. ونعرفوا لجماهير النادي الافريقي جماهير كبيره، يعني كقاعده جماهيريه كبيره بطبيعه، باش نرجعوا ان شاء الله في الاحد الرياضي لتفاصيل اخرى وتطورات اخرى لهذا الملف. نحب نشكرك مالك، شكرا ليك، وننتظر منك تحقيقات عشك. اخرى ان شاء الله في الاحد الرياضي. نغلق القوس هذا ونفتح قوس كره القدم، الجوله السابعه من رابطه الوطنية المحترفة لكرة القدم. البداية باش تكون بالنتائج وبالترتيب، ومن ثم باش نمشيو لتفاصيل هذه الجولة. نذكروا بنتائج هذا الأسبوع بالمباريات اللي تلعبت الجمعة والسبت والأحد. مستقبل سليمان
خسر على ملعب وامام ملعب التونسي بهدفين لهدف، نادي البنزرتي تعادل مع النادي الافريقي على البصيري هدف لهدف، النجم الساحلي اكتفى بالتعادل 0-0 امام اتحاد تطاوين، ترجي رياضي تونسي ومعين شعباني قام بترن اوفر كبير ورغم ذلك فاز على مستقبل الرجيش بهدفين 0، النجم المتلو يخسر على ارضه امام الاولمبي الباجي العائد الى الاضواء بهدفين 0، اتحاد بن قردان فوز مهم جدا على نادي الصفاقسي ولو بهدف 0، اتحاد المنسيري اخيرا يحقق الفوز وجاء على شبيبه القيروان بهدف 0، ترجي رياضي تونسي يتصدر بالطبيعه الدوري، يتصدر البطوله الوطنيه ونقاط هي 16، اتحاد بن قردان ومركز مميز جدا هو الثاني ب 12 نقطة، الملعب التونسي ب 11 نقطة، المركز الرابع لنادي الصفاقسي ب 10 نقاط، الأولمبي الباجي هو الآخر عنده 10 نقاط كما النجم الساحلي ونجم المتلوي. باش نمشيو للجزء الثاني من الترتيب العام، مستقبل الرجيش ب 9 نقاط وبداية مشجعة جدا في أول ظهور في الرابطة المحترفة الأولى لمستقبل الرجيش، مستقبل سليمان 8 نقاط، المركز العاشر اتحاد تطاوين 7 نقاط، نادي الافريقي مركز متأخر جدا 11 ب6 نقاط، الاتحاد المنسيري نسبيا أفضل المركز 12 ب5 نقاط بعد فوزه نهار الأحد، النادي البنزرتي ب13 نقطة ب5 نقاط، ومتذيل الترتيب العام شبيبة القيروانية بنقطة فقط. أمير الزيتوني ينضم لنا في الأستوديو، البداية في الحديث عن الرابطة المحترفة الأولى بالمباراة اللي اخترناها مباراة الجولة، المباراة اللي جمعت اتحاد بن قردان بالنادي الصفاقسي. هذه مشاهد أولى من وصول الفريقين، نرحب بك أمير. أمير يظهر لي العنوان الكبير كان ردة فعل النادي الصفاقسي بعد الخروج من الدور التمهيدي في الشامبيونز ليج. مرحبا مهاز ساعة، مرحبا رضوان، أسامة، خالد، مرحبا بكم الكل. بالطبيعة علاش اخترنا لقاء السي اس اس وبن قردان؟ الناس الكل تستنى في رياكسيون من نادي الرياضي الصفاقسي بعد انسحابه من الشامبيونز ليج وصدمة كبيرة و بالنسبة لجماهير نادي الصفاقسي، ضغط كبير على الفريق في 3-4 أيام اللي فاتوا، وصل حتى الاعتداء على سيارة رئيس النادي المنصف خماخم، انتقادات كبيرة للملاعبية، للإطار الفني، للإدارة، هذاك عليه الناس كل سنة المارش هذا بتشوف رياكسيون تاع سي اس اس اللي مقدمة ديبيوت سيزون معناها في البطولة هو من سوء حظ النادي الصفاقسي أنه لعب أمام اتحاد بن قردان وفي بن قردان، يعني نعرفوا الكل اللي الفريق هذا نتائجه مميزة السنة وفريق صعيب انك تفوز عليه في ميدان. اللقاء من الجهه الاخرى نلقاو اتحاد بن قردان يقدم في احسن ممكن ديبيوت سيزون في تاريخه، هزيمه واحده ضد ترجي رياضي التونسي، وكنا شفنا لقاء الاسبيرونس كان قدم مقابله كبيره ايضا، ربح النادي الافريقي، ربح سليمان، تروا ديبلاسمون ما خسرش فيهم، 3 تعادلات، دونك استنينا ماتش الحقيقه مستوى عالي فيه ضغط اكثر ممكن على النادي الرياضي الصفاقسي. بن قردان ايضا لتاكيد الوجه المشرف في الستة جولات الاولى وخاصه ضد الفرق اونتر جيمي الكبرى كما الافريقي والترجي. المباراه سنينا فيها نادي الصفاقسي ونجم نقولوا زاد سنينا حتى بن قردان لانه كان تيست كبير ايضا اتحاد بن قردان. كما قلت لك بن قردان قدمت لقاء كبير ضد الترجي رغم الهزيمه، لقاء كبير ضد الافريقي وانتصار. هذا ثالث لقاء ممكن من الحجم هذايا في 4 جولات تلقى روحها تواجه الاسبيرونس والسي اس اس والكلوب افريكان. كان لقاء للتاكيد يظهر لي تاكيد الوجه المشرف واللعب والمستوى الكبير قاعد تقدم فيه. هذه صور دخول اللاعبين لارضيه الملعب، هي حتى درجه الحراره يظهر لي كانت مرتفعه. وفي تونس الكل كانت استثنائيه يا امير، يعني تعدينا بنهار استثنائي كاننا في الصيف واحنا في عز الشتاء. الاولاد ممكن من بعد يزيدوا يحلوا اكثر نقطه ذي 30 درجه مع ماضي ساعتين مع بدايه اللقاء، 30 درجه سخانه في بن قردان. هو اللقاء الحقيقه خاصه في الشوط الثاني
طاح برشا على المستوى البدني، الريتم تاعها على الاخر ينجم يكون عامل من العوامل اللي خلينا نشوفوا الشوط الثاني متوسط او اقل شويه. يعني الشوط الاول عم تشاهدوا الان صور المباراه، المستوى كان افضل بكثير ممكن على موضوع درجه الحراره. نجم نقول 20 دقيقه الحقيقه طيبه، زاده من شيره من بنقردين اللي بدات اللقاء بقوه وحركه كبيره من لاعبي اتحاد بنقردين، وفرصه اولى منذ دقيقه سابعه كما نشوفوا هوني 1-2 بين البريقي وعمر زكري، كره توصل للمحمدي يحاول يباغت من بعيد ودحمان يتصدى على مارتين، تاكل روتار شويه من جربي ومخالفه مجانيه يظهر لي على حارس النادي الرياضي صفاقسي. بن قردين حاول يستغل ايضا في بدايه هاللقاء الكرات الثابته، هذه مخالفه اولى من البريقي ما تشاتهاش مليح الحقيقه، لكن جاب ركنيه كمام، ركنيه نفذها البريقي مره اخرى، كره قائمه ثانيه ترجع من الدفاع والحمروني على 6 امتار كما جات على الطاير يسدد، وفرحه كبيره يظهر لي للحمروني ضد فريقه الام. ممكن خروجه من السياسيس ما كانش في الظروف اللي حبه هو، وتصريحه من بعد لقاء بعد تو نشوفوه باش ياكد الشيء هذا. 1-0 استنينا رده فعل من السياسيس، لكن مارينا شيء الحقيقه نفس طريقه اللعب اللي شفناها تلت لقاء كامل، كره طويله في اتجاه كينغسلي ايدو اللي كان في عزله، حتى الكرات القليله اللي تحصل عليها ما لقاش المسانده كما نشوفوا هوني، دفاع بن قردين يتدخل والفرص الحقيقيه كانت للمنافس الحقيقه الاتحاد بن قردين عكس هجوم كما نشوفوا هوني، كره كانت عند سي اس اس عليا البريقي يبدا الهجوم يمرر العمر زكري يتجاوز زوز مدافعين يعاود يمد الكره للبريقي كما نشوفوا البريقي بدا العمليه وكملها، كره كانت تقريبا برشا من القائم وفرصه كبيره لتسجيل هدف الثاني، ثم ركنيه اخرى لمحمدي يوزع والحمروني كان قريب من الثنائيه امام فريقه السابق النادي الرياضي الصفاقسي. قلنا بن قردين كانت اخطر، سي اس اس طلعت في النصف الثاني من الشوط الاول، هذه ممكن الفرصه الوحيده اللي نجموا نحكيوا عليها، توزيع من جويني كره ترجع بن علي يسدد ايدو يروض لكن يتباطأ برشا بريسك على نقطة ضربة الجزاء، الدفاع يدخل قبل التسديد، بعد هالفرصة سي اس اس يخسر واحد من أهم لاعبيته في الثلاثة لقاءات اللي مرت، كريسكو وكو وليد القروي يعوضوا، لكن معاناة السي اس اس تتواصل في إيجاد الحلول، وممكن تزيد اللي باش نشوفوها توا زكريا المنصور يتلخص هالمعاناة والعجز الهجومي اللي لقاه السي اس اس في هاللقاء، رغم ذلك الفرص تتوفر في نهاية هالشوط. كالعادة كرة طويلة يدو ياخذ كرة مرات القليلة يتفوق في الدويل، توصل لبن علي يتجاوز زوز مدافعين يدخل لديزويت يعاود يراوغ لكنه ما يلقاش الحل لين تتقص الكرة كما نشوفوا هوني عاجز في إيجاد الحلول، وأيضا لاحظوا 8 ملاعبية من بن قردين في الديزويت في نهاية العملية، وشوط أول يوفى 1-0 بوجلبان، أول تغيير ثاني تغيير عفوا في الميتون يخرج كاميرا ويدخل شادي الهمامي، وبدايه هجوميه الحقيقه للسي اس اس، زوز كور الاولى لايدو تمريره من زكريا المنصوري وتسديده كانت جانبيه، ايضا زكريا المنصوري يحاول بعد دقيقه، زوز فرص كانوا في الدقيقه الاولى والثانيه يتواغل من اليسار ويسدد لكن فوق العارضه كما الشوط الاول. الخطر الحقيقي كان من بن قردين، نشوفوا العمليه كره دور مليح وبسرعه تليلي للقاسمي للمحمدي البريقي العمر زكري مهد المحمدي، كره تضرب في الدفاع تليلي واصل العمليه يتابع العمليه كما قلت ويعاود يقص الكره 1-2 مع المحمدي، توزيع ارضيه قويه بريقي يحط ساقه قدام الشباك فارغه تقريبا لكنه ما يمسش الكره، وفرصه كبيره اخرى تضيع على اتحاد بن قردين. سي اس اس في بقيه هاللقاء كالعاده كره طويله في اتجاه ايدو اللي كان في عزله الحقيقه بدون مسانده، هوني نحسوا ما كانت شوات وغياب شوات في اللقاء هذا لقى روحه وحده في اللقاء ايدو، رغم تغييرات السي اس اس كان عاجز هجوميا، والكره الثابته مره اخرى بن قردين حاولت تحافظ على النتيجه في نهايه اللقاء، جيستيون تاع سكور بعض الكرات الثابته اللي كانت مثلت شويه خطوره الحقيقه على مرمى ايمن دحمان،
نهاية لقاء شهدت ورقة حمراء إقصاء عماد بن يونس. حاب نلاحظ هون يا معز الحكم زاد 4 دقائق الورقة الحمراء جت في دقيقة 91. الاحتجاجات 3 دقيقتين محسوبة على سي اس اس كما نشوفوا بنك سي اس اس يعارك في الاربيتر والحكم يزفر في 94. الحقيقة دقيقتين ضاعوا كيكا جراء الاحتجاجات زيادة يظهر لي ورقة حمراء من بعد ممكن تحكيوا عليها في المافيولا مع ستيم على اثر على اثر التفوه بعبارات غير لائقه اعتقد. وواضح كما قلت انت غياب شوات اللي نتمنى له الشفاء العاجل بعد اصابته بكورونا، نتمنى له عوده سريعه للملاعب ونذكره اللي هو هدف الرابطه المحترفه الاولى، هدف لصفر اذا هي النتيجه النهائيه اتحاد بن قردان النادي السويقسي. هذه تصريحات ما بعد المباراه وكما قال امير ركزوا برشا على اللاعب السابق للنادي السويقسي حمرون. تابع تسعين دقيقة تعديت اليوم ظهر لي كنا خير منهم أو في وجهه زادة مش قدام وكهو ذاك اللي يدوم أخويا وذيك الكرة وإن شاء الله إن شاء الله إحنا القدام وهم إن شاء الله يرجعوا إن شاء الله. أنا فرحت خاطر بالرسمي تعديت بريود صعيبة على الأخر برشا ما غير ما نطلب سماح من جمهور سي اس اس خاطر يعرفني انا ولد الجمعيه معناها ونحب الجمعيه جيست فرحت على خاطر فما برشا مسؤولين عملوا لي برشا فازات خايبه. ديما نقول الحمد لله يا ربي رضيت والدين البونتو هذا نادي لعائلتي والعباد اللي تحب الحمروني. كنا خير من المنافس دوري اليوم هذا كل كنا متقاتلين على كل كوره ضيعنا برشا فرص تعرف نلعب كنت ديما نقول نلعب كنت جمعيه ممتازه ماركينا بونتو حابين نساعدوا على الطرح هذول الزميتون كنا اكثر تكتيكمون واقفين مليح حتى التغييرات كانت اكثر دفاعيه فهمني الاولاد ما قصروش مبروك علينا وكما قلت نحينا القاعده زي البيت نوار البيت نوار بتاع سي اس اس اللي بن قردان ما ربحتهاش هذا كل فضل عزيمه الملاعبيه اللي عطيهم الصح. خساره خايبه ما جاتش في وقتها خاصه بعد الاربع ماتشات الباهيين عملناهم في الديبار بتاع الشامبيونا نتحملوا مسؤوليتنا اليوم عندنا ماتش مهم برشا يستنى فينا في صفاقس اليوم ضاعوا 3 بوان في بن قردان الظروف يمكن نتحملوا فيها مسؤوليه كبيره لكن فما برشا طون جو ضايع ما نجمناش نلقاو الريتم ما نجمناش نلعبوا اللعب اللي نجموا نلعبوه في العاده كما قلت لك ان شاء الله نحاولوا في اقرب وقت اللاعبيه كل تفيق وتعاود ترجع ثقتها ونحاولوا كما قلت لك عندنا ماتش مع الترجي نهار الاربعاء مطالبين بالفوز وباش نقعدوا ديما في وضعيه مريحه في البطوله ان شاء الله. كانت هذه لقاءات ما بعد المباراه في بن قردان. الانطباع رضوان انه النادي السويقسي حتى معنويا تمس بعد الخروج المبكر نسبيا من الشامبيونز ليج. صحيح النادي الرياضي السويقسي شفناه دخل المقابله مشتت ذهنيا يمكن معناتها تمس المقابله نتاع كاس معناتها شامبيونز ليج لكن حبيت نحكي لهنا على بن قردان اكثر لانه الكره ما فيهاش سر معز دونك اذا كان تحضر مليح وتعمل الانتدابات اللازمه راهو كي تبدا البطوله باش تلقى نفسك معناتها في وضعيه مريحه. انا كي نشوف معناتها ما شاء الله المجموعه نتاع اتحاد بن قردان معناتها نبداو بالعكرمي عليا القاسمي ايوب تليلي حمروني عمر الزكري هذوما كلهم لاعبيه عندهم خبره في الرابطه الاولى وهما تقريبا معناتها لو ستاتيو نتاع الفريق اتحاد بن قردان فما برشا معناتها جرينتا وخليني نقول حب انتصار اكثر من نادي الرياضي السويقسي اللي شفناه حتى بعد ما قبل الهدف ما كانتش فما رده فعل والتصرف الفني او التكتيكي يمكن تو يحكي عليه خالد بعد شويه تقريبا حتى على مستوى التغييرات ما كانتش فعاله ما كانتش فما حلول هجوميه هذاك علاش اتحاد بن قردان معناتها يستحق الانتصار هذا. عطيتني ربط به برشا ترانزيسيون باش نمشي مع خالد المولي اللي اختار بعض اللقطات من مباراه اتحاد بن قردان والنادي السويقسي. خالد واضح بانه اتحاد بن قردان حذر ما تشوه كوم الفو واضح انه كان يستحق الفوز. ما غير شك الانتصار اليوم رجع الفريق اللي كان على المستوى الذهني ساعة حاضر كما يلزم روح قتالية كبيرة ياسر التعامل كما يلزم على الوضعيات التكتيكية اللي جاوه في المباراة ما فيه سر الانتصار متاع اتحاد بن قردان كان مستحق
ومن العاميات اللي اخترتهم تفهم لهنا زاد في نفس الوقت لي ديفايونس نتاع النادي رادس فيقسي في المباراة هذه واللي استغلهم كما يلزم الاتحاد بن قردان. شوفوا في اول عمليه لهنا كي باش نحكيوا على الضغط ما نجمش يكون بالصفه هذه لاعب يمشي بلوقت الكوره 5 متر و8 متر ولا 5 متر في اول عمليه 8 متر والكوره طاحت ديجا على الجناب ونعرفوا هنا احسن منطقه تفكر فيها الكوره باش تضغط فيها هي وقت تطيح على الجناب وقت اللاعب يكون محصور بالليني. دونك لهنا كي تشوف 8 متر في ضغط ما هذا اللي باش يخلي لي سيكيل نتاعو من بعد في العمليه. شوف التوقيت اول مباراه يا خالد 16 يعني لهنا تفهم ماهوش المشكل البدني المشكل الذهني اكثر منه وهذا الحقيقه اللي ما عرفنا اليوم المشكل الكبير في نادي رادس فيقسي ما عرفناش على اثره هو الفكر المشتت تاع اللاعبين وتفهموا من العمليه هذه كما قلنا ما نجحش في الضغط باش تغلق مساحه كبيره قدام المدافعين خليوا العمليه تمشي مع اللي يعني الخاصيات الفنيه نتاع لاعبين اتحاد بن قردان نوتامو زكري علي البريقي جربي بالترشة هذوما لاعبين وقت تعطيهم المساحه لاعبين يعرفوا يلعبوا الكره. لهنا نشوفوا مهاجم اتحاد بن قردان اختار انه يسدد لكن كان فما حل اخر. نتعداو للعمليه اللي من بعدها على المستوى الدفاعي باش نشوفوا لهنا الروح الكبيره اللي عباها اتحاد بن قردان في كل منطقه الا وخلق التفوق العددي. نشوفوا في المنطقه نتاعو لهنا مهاجم من رادس فيقسي مش يلقى الحل 2-1 باش يضطر انه يرجع. شوفوا لهنا بن طرشة حاضر انه يساند الفريق نتاعو ويضغط تسويت الكره هذه باش تتفك لكن باش يتبعها هجمه سريعه. نشوفوا بلمسه 2 زكري باش يلقى جربي في المساحه مخالفه بعد المخالفه هذه جات الركنيه اللي جابت الهدف نتاع اتحاد بن قردان. لهنا ديما نرجعوا في الكرات الثابته التركيز لهنا التركيز ما كانش موجود من ناحيه النادي الرياضي الصفاقسي في اول عمليه اللاعب الحمروني كان حر وراء المهاجم ما بين زوز مدافعين يعني المحاصره ما كانتش موجوده وفما لاعب اخر اللي هو ظهر لي بن طرشة كيف كان حر. العمليه هذه هي باش تجيب الهدف ومن هنا ولا اتحاد بن قردان عنده الاسبقيه. نعرفوا اللي فريق على الميدان نتاعو وقت اللي سجل لك يصعب عليك المباراه في ظل غياب النادي الرياضي الصفاقسي. العمليه هذه تلخص لنا المباراه تاع النادي الصفاقسي اللي نعرفوا الفريق عنده عادات يعني الفريق يخرج اللي يلعب الكره يلعب لاتاك بلاسي من الخلف لكن في المباراه هذه ياسر يعني اطنى باء في الكرات الطويله. مع هذا باش تلقى اتحاد بن قردان حاضر كما يلزم حضر السيناريو هذا النادي الصفاقسي ثنائيات يعني دويل فوالا تشوف الكره طويله ثنائيه ما بين ايدو والمدافع يعني باش تلقى كل مدافع من اتحاد بن قردان ومكدري الادفرسير ديريكت نتاعو خليه العمليه تمشي باش ينجح ايدو في لمس الكره. نفس الشيء هنا الكره الثانيه كان حاضر لها اتحاد بن قردان باش تلقى بن طرشة يستنى مع اللاعب مع علي البريقي يظهر لي في الكره الثانيه تفهم اللي الفريق محضر روحه كما يلزم مازالت باش تعدى العمليه باش كمل ايدو باش يلمس الكره. مع هذا باش تلقى مدافع اتحاد بن قردان في التغطيه قرا السيتياسيون كما يلزم. دونك من هنا تفهم الاتحاد بن قردان كان محضر الماتش ومحضر كل كبيره وصغيره ونجح في المباراه نتاعو على خاطر كان على المستوى الروح القتاليه موجود استغل كما يلزم الوضعيات اللي جاوا في المباراه خصوصا عدم تركيز النادي رادس فيقسي. شكرا لك خالد نحب نشكرك ونشكر ايضا امير الزيتوني اللي كان معنا في مباراه الاسبوع. بالطبيعه باش تقعدوا معنا في الاحد الرياضي لانه فقرات كثيره باش نتحدثوا على باقي المباريات لكن ايضا ان شاء الله باش يكون معنا احمد حسين ميدو باش يتحدث عن المشاركه التونسيه في الكؤوس الافريقيه وايضا باش تتابعوا علي الزيتوني اللي استضافوا يوسف المويهبي للحديث عن مباراه تاريخيه رغم صبغتها الوديه مباراه تونس وفرنسا على ملعب رادس. توا باش نمشيو لمباراه الترجي الرياضي التونسي واتحاد مستقبل الرجيش. معين الشعباني كما قلت قام ترن اوفر كبير تقريب غير 9 لاعبين ومع ذلك فاز بهدفين لصفر. نتابعوا التقرير.
الترجي الرياضي مستقبل رجيش في اول مواجهه رسميه في الرابطه المحترفه الاولى. باستثناء معز بن شريفيه ومحمد علي بن رمضان، تشكيله الترجي تعرف 9 تغييرات كامله في كل الخطوط مقارنه بمباراه الكلاسيكو ضد النجم الساحلي، على غرار شمام، توغاي، المسكيني بن حميده، بن شوك، بن غيث وسيدريك بو. يبدا عندك 3 ماتش بار سومين، كل سوا معناها الماتش 3 ماتش معناها كل سوا سي اس اس ولا اي جمعيه اخرى، أنا يلزمك تستحفظ على اللاعبين تاعك لانه فما ريسك نتاع دي بليسيور، دونك 3 ماتش في جمعه برشا، شارج كبيره برشا، دونك يلزمنا نستحفظ على اللاعبين تاعنا اهم شيء. في المقابل المدرب سعيد السيبي بنفس التشكيل الاساسي اللي نزل به ضد اتحاد بن قردان الجوله الماضيه. الامبيونس نتاعنا مزيانه ياسر، هذاك علاش النتائج قاعده تتبع فينا، والحمد لله جوسكا مينون الحمد لله، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. فترة أولى ما كانش فيها المستوى الفني كبير من زوج فرق، الشيء اللي ما خلاناش نشوفوا برشا لعب باستثناء بعض المحاولات اللي تستحق الذكر، على غرار هالمحاولة من محمد أمين بن حميدة من اللي صار في التحضير لعبد الرحمن مزيان تصويبته على القائم الأيمن. محاولة ثانية كانت من كرة ثابتة محمد علي بن حمودة يضيع فرصة افتتاح النتيجة. في الوقت البديل من الفترة الأولى الحكم أسامة رزق الله يضيف ثقتين كانوا كافيين للترجي باش يفتتح باب التسجيل بعد مجهود فردي من إيفواري سيدريك بو يراوغ مالك البلعابي يحضر الفادي بن شوق من غير برشا فلسفة يتمكن عبر تصويبة قوية من إعطاء هدف السبق للترجي. الفترة الثانية معين شعباني يقوم ببعض التغييرات، النجاز مكان المسكيني، المرزوقي في بلاصة بن حمودة، والنتيجة بالوقت تتغير بعد عملية نموذجية 4 تمريرات كافية لاختراق دفاع مستقبل الرجيش، خليل شمام، بن غيث اللي حضر المزيان، والأخير يمرر المرزوقي اللي يضيف الثاني للترجي، وهو الهدف الشخصي الثاني للمرزوقي مع الترجي بعد مباراة الكلاسيكو، يأكد به أيضا المرزوقي فترة الانتعاشة اللي يمر بها محليا وقريا. قدموا بشوي بشوي، العباد الكل نحطوا يدينا في يدين بعضنا، مازلنا ما عملنا شيء ذل، سي كان ديبيو إن شاء الله نعاودوا نخدموا هنا، جوار الكل، ستاف تكنيك، إدارة، جمهور. ان شاء الله ربي يوفقنا وكو هذاك ليسونسيال ان شاء الله نحسن الاحسن. هدف ما شفناش بعده رده فعل من مستقبل الرجيش اللي كان بعيد كل البعد خاصه من الناحيه الهجوميه، حتى المحاولات اللي توفرت للمستقبل ما شكلتش حتى خطر على مرمى معز بن شريفيه. اخر 10 دقائق على نهايه المباراه كانت ترجيه وكان عنوانها كالعاده على ايدي المرزوقي اللي قلق برشا دفاع مستقبل الرجيش بعد محاوله اولى تصدى لها محمد قريع، فانه الثانيه بعد تمريره ذكيه من فاروق الميموني المرزوقي كورته حاضت القائم وهدف ثالث يذي على الترجي الرياضي. تنتهي على اثر المباراه على فوز الترجي الخامس في بطوله الموسم الحالي ومواصله تصدر الترتيب. في المقابل الهزيمه هي الثانيه لمستقبل الرجيش. هذا تقرير سامي بوعزيز، مستقبل الرجيش كان شجاع على ملعب حمادي العقربي في رادس، لكن الشجاعة كأنها لا تكفي أسامة أمام الزاد البشري الكبير للترجي، افكتيف كبير للترجي السنة. شفنا اليوم يعني تغييرات واللي لعبوا اليوم يعني أداوا الواجب نتاعهم، أنا لحقت ربي أنا فما لاعب حكيت عليه عم ناول اللي هو بالغيث اللي شفته أنا في الترجي اليوم الوحيد اللي طلع في الريتم وقت اللي يحب يهبط وقت اللي يحب. الترجي اليوم ضغطت ماركات طيحت في الريتم، عاودت من بعد ماركيت الثاني، رجيس سيفري جاو كالكو زوكازيون، لكن الفوارق باينه يعني للترجي يعني بالافكتيف اللي عندهم تشعر انه مرتاح يعني في يعني اللاعبين يعني في 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 3 ماتشات يغير لك يمكن 12 لاعب يعني ديجا تقريبا 9 في مباراه الاحد 9 لاعبين يعني تعرف اللي الاداره ساعه الاداره تعرف تخمم والنظام وقلة المشاكل وهذا حاجة تحسب للإدارة نتاع الترجي الرياضي ومبروك المعين ونفرحوا له يعني ديما نقولوا نحن المدربين الشبان وإن شاء الله بينتور رو خالد إن شاء الله. هو واضح أنه رضوان الهدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي هو دوري أبطال أفريقيا تشامبيونز ليج، كأنه معين كل مرة يحاول يجرب أكثر من فورمول أكثر من ملاعبي حتى من ناحية تكتيكية مرات يغير زادة، واضح بأنه كأنه الترجي حول البطولة المختبر للدوري ابطال افريقيا. بالضبط الحقيقه، شوف النقاط اللي تحسب للترجي الرياضي التونسي
هو اول حاجه معناتها تورن اوفر، معناتها يدور في الليفيكتيف نتاعو، والحاجه الثانيه هو تغيير شيما تكتيك، معناتها الرسم التكتيكي اليوم شفناه 4-2-3-1 تقريبا من المقابله الاخرى، يجرب يشوف الحلول نتاعو، يخمم صحيح في الشامبيونز ليج، لكن حتى على مستوى البطوله الترجي ماهوش قاعد يضيع في نقاط، يخمم نهار الاربعاء مقابله مع النادي الرياضي الصفاقسي باش تكون معناتها مقابله صعيبه. انا نقول الترجي استفاد على من ناحيتين، يعني الناحيه الاولى هي 3 نقاط اكيد، والناحيه الثانيه معناتها الملاعبين يكون الكل تقريبا يكونوا في نفس المستوى انيفو. هذاك علاش الترجي تقريبا قاعد يشق في طريقه، معناتها 5 انتصارات وتعادل. فيما يخص نقطه اخرى حبيت نضيفها، هي كل وين الترجي معناتها يتم التشكيك فيه او في الاطار الفني نتاعو الا ويبرهن وينتصر، هذه نقطه ايجابيه للترجي تخليه ديما واضح. تقريبا بعيد على المشاكل اللي في البطوله نتاعنا. نمشيو تصريحات ولقاءات ما بعد مباراه الترجي وارجيش وفوز الترجي بهدفين لصفر. تابع. الحمد لله ظهر لي اما قعدنا في الاوبجيكتيف اللي هو معناها اونجي ليفيكتيف نتاعنا، نستحفظوا على اللاعبين لو ماكسيموم، تعرف شاك تروا جور فما ماتش، دونك سي با فاسيل، ما تنجمش تخلي اللاعبين هما بيدهم، معناها فما هنا ندخلوا في ريسك نتاع لي بليسور، دونك لوبجيكتيف اننا نستحفظوا على اللاعبين ومام تو معناها لي تروا بوان نتاعنا قاعدين ماشيين في الهدف نتاعنا، والحمد لله ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله. بالنسبه لحظوظ الترجي في الشامبيونز ليغ كيفاش تتعامل؟ راه ناخذوا ماتش بار ماتش، معناها ما لازمناش نهبلوا، لازمنا نكونوا واقعيين، نحطوا ساقينا على القاع ونخدموا برشا باش نجموا ان شاء الله معناها الماتش الاول نكونوا هو ماتش كلي معناها نتاع بقيه المشوار، نكونوا حاضرين كما يلزم وناخذوا 3 نقاط الاولى نتاع الماتش الاول ان شاء الله. ثم استراتيجيه محضرينها مقتنع بها خدمنا بها، تعطيك ما تعطيكش هذيك تحقيق الميدان وحقيقه الادفيرسير زاد كيف خليني نقول لك، في دي مومون كنا باهين، في دي مومون اخرى خانتنا الاكسبيريونس وخانتنا الصنعه نتاع في وقتاش طيح حديثهم وقتاش طلع وقتاش كل، دونك نتصور انا راضي عم لاعبي يعطيهم الصحه، ما نجمش نطلب منهم اكثر من هكا، عطاو اللي عندهم، انا متاكد اللي عطاو اكثر من اللي عندهم، دونك هذاك هو لو بارفوا تلقى ادفيرسير واقف معناها كيما اليوم الاسبيرونس، دونك لازمك زاد ماكش تلعب وحدك في التيران. نمشيو الحمام سوسة، نجم رياضي الساحلي استضاف اتحاد تطاوين، النجم الساحلي يعجز مرة أخرى عن الفوز، يعجز أيضا عن التهديف، تقريبا المباراة الثانية على التوالي ما يسجلش فيها نجم الساحلي، ملعب علي الحوار في حمام سوسة استضاف هذه المباراة، نعرف الكل اللي الملعب الأولمبي في سوسة الأشغال ما زالت فيه متواصلة وطولت نسبيا، وهذا موضوع باش نرجعوا له ان شاء الله في المستقبل القريب. هذه صور الوصول حمام سوسه، اتحاد تطاوين والنجم الرياضي الساحلي، انتظرنا ايضا رده فعل من النجم رضوان اسامه وخالد، النجم سيطر على المباراه، كانت فما فرص كبيره للنجم الرياضي الساحلي، اتحاد تطاوين لعب على حسب امكانياته، دافع ودافع بطريقة جيدة، وكان يمكن حتى يباغت النجم الرياضي الساحلي. باش نقربوا أكثر من المباراة، أيمن سخيري بصوته باش نتعرفوا على كل ما حدث في حمام سوسة بين النجم واتحاد تطاوين، تابعوا مع بعض. مشاهدي الوطنية الأولى، أهلا وسهلا بكم في هذا الملخص المطول لمباراة الجولة السابعة من بطولة رابطة المحترفة الأولى. النجم الرياضي الساحلي يستضيف اتحاد تطاوين، هذه مخالفة لاتحاد تطاوين، تتلعب ثنية في اتجاه جيلاني محمد علي بن عبد السلام، كرة في محور الدفاع وهدف، لكن الحكم المساعد يرفع الراية وتسلل ضد مهاجم اتحاد تطاوين. أمامنا الإعادة، التوزيع من محمد علي بن عبد السلام في راس محمد عطية الموجود في موقع تسلل، عملية كادت تأتي بالجديد أو جابت هدف لكن مسبوق بتسلل، كرة خطيرة لاتحاد تطاوين، سعيد كرشود يحاول يراوغ في مناطق النجم الساحلي، يسقط ما فما شيء، محمد الفني يطلب إكمال اللعب، كانت المطالبة بضربة جزاء من سعيد كرشود، هذا عكس الهجمة، سليم بوخنشوش اللاعب الجزائري للنجم الساحلي يوصل الكرة في اتجاه زردوم، زردوم زردوم بين زوز ملاعبية، يعطي كرة القرماني تصويب وجانبية. وصلنا ل 24 دقيقة لعب، كرة للنجم الساحلي، كوليبالي كوليبالي كوليبالي
كان قريب من الهدف الاول. كره للناجم الرياضي الساحلي، اختير العمليه، راس راس كوليبالي ويضيعها. شنو هو هذا سليمان كوليبالي؟ شنو هو هذا؟ راس راس مد له كره في طبق مرتضى بن والناس امامنا، الاعاده، اخذ الكره، عمل الكنترول وحط الكره البرة من الفيلي. وجدك شريده، وجدك شريده لعبد الله داغو، عبد الله داغو يوزع وفي ظهر الدفاع في اتجاه القرماني وحده، ما فماش تسلل في رجل القرماني، يحضر الكره، كره جديده ضايعه المره هذه من مرتضى بن والناس، يلعب الكره في رجل القرماني في مناطق اتحاد تطاوين بالراس، وقريبه برشا، قريبه برشا من سليمان كوليبالي. ترجع من جديد الكره للفريق اتحاد تطاوين، اختيره في محور دفاع النجم الساحلي، دخل عمر كوناتي وحاولت عكس الهجمه، كره باهيه من القرماني، ملا فيزيون عنده فرج القرماني الى شكون؟ سليمان كوليبالي، سليمان كوليبالي يصوب والمحويشي بكلتا يديه. لعبوا في اخر الثواني من الدقيقه اللي اضافها حكم المباراه محمد الفني، كره للنجم الرياضي الساحلي، القرماني، القرماني في اتجاه زردوم، يتدخل الدفاع، توصل الى كوليبالي، كوليبالي، كوليبالي يحاول يراوغ، يسقط، ما فما حد شيء، واشاره نهايه الشوط الاول من محمد الفني حكم المباراه 0-0 بين النجم الساحلي واتحاد تطاوين. نلتقي مع انطلاق الشوط الثاني. ايوب عياد، كره للنجم الرياضي الساحلي، محاوله الضغط على دفاع اتحاد تطاوين، بوخنشوش يبحث عن حلول في ظهر الدفاع، كره للنجم الساحلي، اختير العمليه، تابونتو، والحكم يرفع الرايه. تقريبا نفس السيناريو، بدايه الشوط الاول كانت هدف لاتحاد تطاوين في نفس المرمى هذا، تم الغائه بسبب التسلل. كره للنجم الرياضي الساحلي في مناطق اتحاد تطاوين، عبد الله داغو يلعب الكره لمرتضى بن وناس، مرتضى بن وناس يخرج عبد الله داغو قبل ما تخرج، يخلط ما يخلطش، يخلط، يلعب الكره على مستوى نقطه ضربه الجزاء، كوليباليش مش يعمل، يحضر المخنشوش، كورته لبرا، كره ثابته ومخالفه خطيره للنجم الرياضي الساحلي، يعطيه الفني. كورة خطيرة كانت للنجم الساحلي، وامامنا سليمان كوليبالي زايد اللي يعمل فيه مع سيف المحواشي حارس مرمى اتحاد تطاوين، كانت مخالفة خطيرة من النجم الرياضي الساحلي على مرتين، يتدخل المحواشي، ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي، هجمة خطيرة للنجم الساحلي، سليمان كوليبالي يحاول يصوب، ربما الخيار كان ينجم يعمل مخير، سليمان كوليبالي خير وحده يتصرف في الكرة هذه ويضيع فرصة جديدة على فريقه النجم الرياضي الساحلي. كره في عكس الهجمه للنجم الرياضي الساحلي، بوخنشوش يلعب الكره طويله في اتجاه ايوب عياد، يخرج راس راس كوليبالي ويضيع، ويضيع كوليبالي، ما هذا يا سليمان كوليبالي؟ هذه ركنيه في تنفيذ داروين غونزاليس، يلعب الكره على مستوى نقطه ضربه الجزاء، ما فما حتى عاد ياخذ الكره، مطالبه بضربه جزاء، والحكم محمد الفني يطلب مواصله اللعب، محمد الفني يطلب مواصله اللعب. محاولة عكس الهجمة للنجم الرياضي الساحلي، وجهك شريدة إلى حمزة الأحمر، حمزة الأحمر إلى وجدي كشريدة من جديد من اليمين، وجهك شريدة باش يوزع، يوزع كشريدة، كوليبالي في موقع ممتاز، يصوب والبرة، رمي التماس في تنفيذ مهدي الكوت اللاعب الليبي، يلعب الكرة للهمامي في مناطق النجم، جيلاني عبد السلام يصوب، كرة خطيرة، كرة خطيرة، خطيرة جدا لفايدة اتحاد تطاوين ومفاجأة، والحارس رامي الجيبس كان تفاجأ بالكرة هذه، كانت تنجم تكون في الشباك. كرة لاتحاد تطاوين، مهدي الكوت يلعب الى احمد الهمامي، احمد الهمامي توزيع في مناطق النجم الساحلي، جيلاني او محمد علي عبد السلام، ويتدخل الحارس رامي الجيبسي، كرة خطيرة لاتحاد تطاوين، مخادع وغدار اتحاد تطاوين في مباراة اليوم. ركنية لاتحاد تطاوين تجي على يسار الحارس رامي الجيبسي، تتلعب في القائم الاول، التصويب الرأسي من غسان خلفه، مازالت الكرة للنجم الرياضي الساحلي، وجدي كشريدة، وجدي كشريدة إلى فرج القرماني يصوب، والكرة خطيرة برشا من فرج القرماني. حمزة الأحمر يلعب في اتجاه مرتضى بن والناس، كرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، ويدخل دفاع اتحاد تطاوين، ونهاية المباراة في هذه اللحظة على نتيجة التعادل 0-0 بين النجم الساحلي واتحاد تطاوين. شاهدنا إذا ملخص طويل لمباراة النجم الساحلي واتحاد تطاوين، وشاهدته كما شاهد خالد و ورضوان وأسامة وكل من يتابعوا في الأحد الرياضي، لقطة مثيرة للجدل تعلق بالمطالبة بركلة جزاء للنجم الساحلي. فقط نشير أنه ليس بإمكاننا الحديث عن هذه اللقطة في الموفيولا بالنظر للعقد المبرم مع الجامعة التونسية لكرة القدم، فقط المباريات التي يتم نقلها تلفزيا تخضع للموفيولا
هذا هو القانون، والا كان سليم بالخواص تحدث عليها في المفيوله اللي تجيكم بعد في الاحد الرياضي. رضوان شناخذ الترانزيسيون من عندك، انا ما نجموش نحكيو عليها، لكن هي ضربه جزاء واضحه معناتها ظهرت للعيان. لا نحكيو عليها كما نحبوا، اما مش في المفيوله. هذا هو فهمنا المقصد. الحقيقه النجم الرياضي ساحلي بدا المقابله كما يلزم، ضغط، خلق فرص معناتها عديده، لكن معناتها الرتاج كان كبير برشا في المقابله هذه. نقول انا النقاط اللي لازم يراجعها النجم هو خاصه على مستوى خليني نقول تطبيق او الكوميونيكاسيون مع المدرب هذا، لانه الى حد الان ما فهمناش النجم يلعب 4-2-2-2 4-2-3-1، ما فهمناش رسم تكتيكي واضح كيما تشوف الفرق اللي معناتها استنسنا بهم. هذه نقاط عده قاعد يطرح فيها الشارع الرياضي في النجم الرياضي الساحلي. هو الضغط كبير اصبح عليها، الضغط كبير. شوف هو كان باش ناخذ المدرب كسي في وكتاريخ، معناتها السي في نتاعو محترم، معناتها لما تجيب انت مدرب كيما هذاك تقول انه فما امكانيه كبيره باش ينجح، لكن ماهيش مضمونه معناتها النجاح في ظل عده اصابات لما جاء النجم الرياضي الساحلي. نعرفوا ظروف ماديه خانقه يمر بها الفريق، وخاصه تتالي مباريات معناها كل ثلاثه ايام فما مقابله. يعني المدرب كيما الملاعب خالد ينجم يتاقلم، ينجم ليه مع دوري مع بطوله مع اجواء عام، ندخلوا في العمق اكثر. مباراه كيما اليوم شو نجم يعمل مدرب؟ اربع كور في 16 سكون تحط سيخ ماركيه اليوم على هنا، اليوم كيما اليوم ثم على كوليبالي بار اكزومبل، ولو انه شوف غالبا ما نجموش نلوموا على الملاعبي، لكن المدرب ما تصورش اليوم مسؤوليه المدرب. فريق خلق 10 فرص، لا خالد شوف لاعب اجنبي نورمالمون على اربع فرص ماركي لك زوز ضيعهم الكل اليوم. دونك لا متفاهم، متفاهمين فييرا، خلينا نكمل معاك جوست اسم كبير وكل شيء، لكن زاد فهم مسؤوليه نتاع على الميدان نتاع اللاعبين. اكيد انا نشاطرك الراي انه مسؤوليه مشتركه ما بين اطار فني وما بين اللاعبين. الحاجه اللي نتسائل عليها هو علاش ما نشوفوش النجم معناتها برسم تكتيكي واضح بخطط واضحه يتعدى سور لي كوتي والا دي كومبينيزون. معناتها نتسائل انا لي بالاريتي تقريبا النجم عاجز، جاته في المقابله هذه عده كرات ثابته، يعني ممكن المدرب افكاره مانيش نشوفه فيها على الملعب. بالضبط هذا اللي حبيت نوصله. فما مشكله نتاع التواصل، فما مشكله نتاع ما نعرفش انا اسكو هو شد صحيح في معناتها يحب على خطه معينه. الاهم هو مش سبقوا الاحداث رضوان واسامه وخالد، لكن فما اصوات زادت تنادي بتغيير المدرب. هذا المشكل في تونس ديما، يعني ثلاثه اربعه خمسه مباريات حبيت تتغير الصوره. هذا المشكل هو تو في الفرق الكل يظلي. يعني انا تو كي تقول لي انت يعني سي في محترم، يعني ظاهر يعني يلزموا شويه وقت كما قلت تو، انت يلعب ثلاثه مباريات كل ثلاثة ايام ما عندوش وقت في التمارين باش يطبق اللي في مخه. نتصور انا يظلي كان ياخذ شويه وقت كما قال خالد اليوم، يعني اربع ولا خمسه فرص واضحه ناحي ضربه الجزاء. يعني انا من رايي انا اللوم على اللاعب زاد، انت اترونجي يعني فما اوقات يلزمك تعاوني فيهم في ظروف كيف هكايا، وفي مثلا ثلاثة ايام يعني عندك مباراه، لا عندك ديجا هما يعني يوم غدوه باش يعملوا الديكراساج، ومن بعد باش يعمل سيونس صغيره، ومن بعد يلقى روحه في الماتش باش يلعبوا امام يعني الافكار كل مش باش تكون موجوده. واضح حبيت تمشي بربي بسرعه. معناها النقطة اللي حكاها خالد مهمة جدا، هو اللاعبين، لأنه المفروض اللاعبين الأجانب يعطيوا أحسن من هكا في النجم الرياضي الساحلي، خاصة مع المبالغ اللي سمعناها. الحاجة الثانية هما اللاعبين معناتها الصغار بتاعني لازم يمنوا بالإمكانيات نتاعهم ويعطيوا بريستاسيون أحسن من هذه. والنقطة الثالثة هي أكيد اللاعبين الخبرة لازم يكونوا معناتها يعطيوا المثل. واضح النجم الرياضي الساحلي في أمس الحاجة لجل اللاعبين نتاعو. نسمعوا لقاءات وتصريحات ما بعد هذه المباراة واكتفاء النجم الساحلي بالتعادل أمام اتحاد تطاوين 0-0. كنا نعرفوا صعوبة الرهان، نعرفوا النجم الساحلي ما عنده حتى خيار لا باش ياخذ ثلاث نقاط، حضرنا مليح صراحة رغم تتالي مباريات، لكن على المستوى الذهني كان الفريق حاضر جيد، تعاملنا بشكل معناها ذكي مع المباراة. صحيح المنافس ضغط على الأطراف، عنده قشريدة وعنده بنو الناس وعنده كوليبالي، دونك اليوم ممكن أن نجم نقصوا معناها التجسيم قدام. جات فرص، لكن احنا الفرص الأبرز جات حتى طويل وكنا قادرين باش ناخذ ثلاث نقاط اليوم. النجم نقولوا خسرنا ديبو، جونا فرصتين في الأخر كنا نجم نماركوهم، كنا نجمو نقتلو معناتها البارتي سيرتو جيت الياسين بوعبيد، معناتها كنا نجمو نقتلو به الماتش. ما جاش الربح، جيت نتيجة إيجابية، جيت نقطة من سويسرا مش خايبة،
نكملوا نخدموا عليها وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. وفقنا ربي باش خذينا ان بوان من سوسه بالذات. الاولاد ما قصروش، قاعدين من ماتش لماتش قاعدين ياخذوا في الثقه في روحهم وياخذوا اكثر في التجربه معناتها في الناسيونال. الاولاد كل ما قصروش صحيح، معناتها كنت حاسن في دي مومون معناتها في المقابله باش خليت صحابي معناتها في الماتش. زاد كنا عندنا دو تروا كوزيون تاع راس ضيعناهم، معناتها انا عندي انا يمكن كنا نربحوا 3 بوان خير من 1 بوان. ان شاء الله مردود هذا معناتها نبنيو عليه القدام، وان شاء الله بقدره ربي نكونوا في مراتب معناتها باهيه، وبقدره ربي ان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. هذه التصريحات 7 نقاط لحد الان الاتحاد تطاوين، كانه خالد شوي شوي اتحاد تطاوين بدا صحيح ياخذ في نقاط مهمه يحتاجها لمن بعد في الاخر. اكيد على 6 نقاط في 2 مباريات خذ 4، نجم يكون كان نقاط ايجابيه. الفريق تحس عنده طابع، لعب مغير كومبلكس ضد النادي الرياضي الصفاقسي، لي زاتو نتاعهم حطوا حبي حتى هو في اوقات في وقت من الاوقات يربح الماتش، رينا دو تروا زوكازيون زاد كانوا ينجم يهز بهم حتى لي تروا بوان. هو اسكندر القصري متعود انه يلعب، يحب الكره الشبابه ويلعب ويعطي راحه للملاعبيه، كانه غير شويه في الاستراتيجيه الفتره الاخرى ولا براغماتيك يعني، عرفت يلعب على على نقاط حسب نقاط معينه، الدفاع قبل كل شيء. كل مدرب يتعامل حسب الافكتيف والكاليتي الموجودين عنده. اليوم انا عندي عبد السلام لاعب سريع بس العب ضد النجم في سوسه، لازم نحاولوا ماكسيموم نستغلوا. هذا اللي ريناه العمليات الكل تقريبا كان وراها عبد السلام، لكن اللي حس مارينا الصور انه في وقت من الاوقات اتحاد تطاوين مشى يحب يربح الماتش، وهذا مهم اللي فما تقريبا. اللي فما ثقه في الجروب، ثقه من المدرب اللاعبين نتاعو. باش نمشيو لسليمان، مستقبل سليمان استضاف الملعب التونسي بالطبيعه على انظار كل توجهت المدرب جديد نصيف البياوي اللي عوض انيس البوسعايدي. مستقبل سليمان اعطانا انطباع اول هذا الموسم انه رغم التغييرات يحاول يكرر اللي عملوا الموسم الماضي، لكن واضح انه هناك بعض الصعوبات رغم المردود الجيد اللي قاعد يقدم فيه. السؤال كان خليفة البوسعايدي كيفاش باش يظهر في أول مباراة ليه. بالطبع التغييرات نسبيا ما كانتش كبيرة بالنسبة للملعب التونسي، بعض التغييرات كانت في نص الملعب على مستوى التمركز أيضا، والوقت وقت تحضير الفريق كان قصير يعني تقريبا يومين ثلاثة فقط في التحضير بالنسبة لنصيف البياوي اللي يعرف الملعب التونسي في الأصناف الشبان كمدرب ويرجع لها الآن مدرب للفريق الأول. بالنسبة للمباراة الملعب التونسي تخلى المباراة يمكن نقولوا هذا بقوة، ورى الملعب التونسي أنه مشي لسليمان باش يرجع بالنقاط الثلاثة، فرص كانت واضحة للملعب التونسي لكن ما تمكنش من تحويلها إلى أهداف. مستقبل سليمان أعطانا انطباع في بداية المباراة أنه لقى بعض الصعوبات بسبب الضغط العالي اللي فرضه الملعب التونسي خاصة في نص الملعب. هذه واحدة من الفرص الكبيرة للملعب التونسي في أول المباراة، حاول نسبيا مستقبل سليمان لكن محاولاته ما كانتش كبيرة، وقعدنا نستناو إلى تقريب 30 دقيقة في المباراة، تقريبا نص ساعة باش شفنا الهدف. هذا هدف أبتا بعد توزيعة مميزة من هيثم العيوني اللاعب اليساري المميز للغاية، رجع ورجع معاه التمريرات الحاسمة. نقطة قوة الملعب التونسي في المباراة هذه كانت العيوني، أثرت ماما رينا للفريق وأصبح يلعب كان على الجهة اليسرى جهة العيوني. هو جوشي ويساري كما أسامة ما يلعبش في نفس المركز. شفت هذه تسديدة أخرى بعد الهدف كان يمكن حتى يباغت مستقبل سليمان. الشوط الأول كان جيد بين الفريقين، في الشوط الثاني مستقبل سليمان ورانا وجه اخر، هبط للهجوم، شفنا اكثر من تسديده، اكثر من محاوله، واضح انه
سامي القفصي غير حتى في الخطاب نتاعو بين الشوطين، لانه شفنا مستقبل سليمان الحقيقي يمكن نقولوا هذا في الشوط الثاني من المباراه، وجاء بطبيعه هدف التعادل لمستقبل سليمان عبر ايمن محمود. بعد هذا الهدف حاول مستقبل سليمان اضافه الهدف الثاني، لكن هنا يمكن نحكيه بعد هذا الهدف عن تألق واضح في الدفاع وخاصة حارس المرمى علي جمل اللي أكد مرة أخرى أنه من بين أفضل الحراس في الرابطة المحترفة الأولى. تغييرات في آخر مباراة زادة كانت حاسمة أسامة، لأنه في الدقيقة الأخيرة نجم نقوله دقيقة الأخيرة بعد الفرص هذه الواضحة لمستقبل سليمان، الماجري عوض أبتا، وهنا نحكيه على إفكتيف زاد كبير في الملعب التونسي، تمكن إذن من تمرير الهدف الثاني لقيت مالك. وانت لاعب سابق الملعب التونسي، واضح أنه الملعب التونسي رغم تغيير البوسعايدي، رغم أنه نصيف ما لقاش وقت كبير في حضر الفريق، واضح أنه السنة الملعب التونسي مختلف أسامة. صحيح، يعني بالشبان الموجودين هذولي، وما ننساو زاد الخدمة الكبيرة اللي عملها أنيس البوسعادي، تحس الفريق أوموجين، تحس يعني إذا دفيت مالك في كل في كل في كل كومبارتيمون، يعني فما لاعبين عندهم ساق باهية صناعية كما نقولوا فيها. مبروك الملعب التونسي. وحاجة أخرى نحب نضيفها لكونه ديجا انا اليوم نقول لك اللي احسن مباراه شفتها في الجوله ذي هي المباراه تاع الملعب التونسي وسليمان، يعني لعب مفتوح، وحاجه مهمه اللي ساعات تغيب على بعض الحكام اللي كون الحكم المره ذي اللي خلى اللعب، يعني فما ديفوت اللي فما حكام اخرين يزفرهم يمكن بالخبره نتاعو، خلى برشا لعب اللي خلينا نتفرجوا فيه، ساعدنا باش نشوفوا نسق بيان سور، اللي خلينا شفنا ماتش مباراه يعني طيبه للغايه. خالد حاب يرجع للهدف فما لقطه اخترتها حاجه برشا. الملعب التونسي لقى حارس في نهار كبير، خاطر الشوط الثاني الحقيقه كانوا في اتجاه مستقبل سليمان، ولهنا مستقبل سليمان فيه مع شنو ولا الاشكال اللي فيه ديما يرجع في النصف الثاني بتاع المباراه ضد الترجي منهزم، رجع في الشوط الثاني سجل هدفين، الاسبوع الفارض ضد باجا نفس الشيء كان متاخر ومن بعد رجع في المباراه. لهنا الفريق لازم يلقى حل للبدايه، ديما لونتام نتاعو تكون ماهيش لك الكل، في الشوط الثاني يرجع في المباراه نتاعو. حبيت ناخذ اللقطه هذه انا، اللقطه نتاع الهدف الثاني نتاع الملعب التونسي، والناس كل حقيقه حملوا المسؤوليه للاعب مستقبل سليمان الهمامي، لكن شوف الفورم تاع العمليه وقت اللي عنده الكوره ما فما حتى حل، تقريبا فما خمسه لاعبين من مستقبل سليمان والكلهم يعني ما همش ظاهرين، يعني تلقاهم يعني لابيل نتاع الكوره نتاعهم في ظهر مهاجم نتاع الملعب التونسي، هذا اللي خلى لاعب مستقبل سليمان ياخذ الريسك باش يرجع غاديك تفكت ولات كونتر اتاك وتسجل عليه الهدف. دونك في ظاهر العمليه خطا فردي، لكن في الباطن نتاعو تركي معاه برشا من اللاعبين. انا شخصيا ما شاطركش برشا الراي، لانه صحيح معناتها الخطا ما يتحملوش لاعب فقط كرة القدم، 11 ملاعب. لا قلت لك عنده مسؤولية ما تفهمني فيها. عنده نسبة كبيرة، لأنه شوف الوقت دقيقة 88، إذا كان أنت باش تاخذ الريسك وتحب تعمل رولونس صحيحة وعم لاعبية داخلين جدد، بلال المجري هو اللي فك الكرة وعمل الاكسبلوا، كان جاي ملاعبي آخر بوتيتر ما يفكهاش، لكن لهنا كمدافع تتباطأ وعملت كونترول أورينتي، المفروض حتى إذا كان ما فماش حلول، كلامك صحيح ما كانش فما حلول في اللقطة، تحط الكرة في الإسباس وتضغط على الفريق المنافس فوالا. لهنا شوف خالد، لهنا إذا كان الخيط معناتها مسكرة براتيكمون الملاعبين الكل متخبين وإلا بعاد على حامل الكرة، صحيح ولا لا؟ المفروض تحطها في الإسباس معناتها وتطلع البلوك نتاعك وتحاول تضغط مازالوا دقيقتين في المقابل. لا وجهة النظر نتاعك محترمة وصحيحة، لكن على قلنا هي شنو الاخطاء يصيروا في فراكسيون سكوند، وقت ما تعطينيش حل نضطر باش نلقى الحل نتاعي. ايه معاك. فما ملاعبين يقول لك لا نطيش الكور نحاول نستحفظ للماكسيموم، لكن في نفس الوقت الضغط والذكاء نتاع بلال المجري انه عمل له اورينتاسيون للملاعب انه سكر عليه ويلامبيشي الباس باش ترجع، ولهنا اضطر اللاعب سليمان انه
يرجع باش يرجع بالكره. وقتها تفكت له، لكن كما قلت لك العمق نتاع العمليه اللي هي مشتركه، صحيح عنده مسؤوليه اللي عنده الكره لكن مشتركه في نفس الوقت. نمشيو لردود الفعل في سليمان بعد فوز الملعب التونسي بهدف لهدف. باسي برومي تو خايبه، بعد دوزيام تو عدلنا الامور نتاعنا ورجعنا في الماتش نتاعنا كما شفتوا، ولات اتاك ديفونس في الدوزيام تو، ما حضرناش الحظ. ان شاء الله الماتش الجاي نرجعوا لي ريبير نتاعنا، نرجعوا ماركيو ان شاء الله. On savait que c'était un déplacement très compliqué pour nous. Voilà, on a changé d'entraîneur. Voilà, l'entraîneur n'a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir travailler, mais voilà, il a su avoir les paroles pour nous. Pour nous mettre dans le match et voilà c'est mérité. Aujourd'hui on est très content. كل جوله نلقاوك انت اللي تمارك، يعني انت بيتور نتاع مستقبل سليمان. تمت على روحي نتبع في، معناها انا مش وحدي، معناها خاطر فما برشا، معناها فما اللي عطاني الاسيست، فما نخدم بلوكي لبعضنا في ليزونترامون في الماتشوات كلهم. والحمد لله ربي معنا جا ريوسيت بالخدمه كا والحمد لله. فوتبول مودرن كل تجد بركي كوك سوسوا الاتاكون ولا المدافع ولا المتوسط ميدان. الحظ حب لي ترو ماتش نتاعنا الاخرين، ماركا امام محمود اللي قاعد يقدم في مستوى باس، واللي باريتي قاعدين نخدموا برشا في لونتريمون. كانت هذه اذا ردود الفعل. بطبيعه كما قلنا نصيف البياوي عوض وخذا الإدارة الفنية للملعب التونسي مكان أنيس البوسعيد. سفيان الوجه كان متواجد في سليمان ورافق نصيف خلال المباراة وخاصة بعد المباراة. نتابعوا التقرير هذا. هجوم سريع في مناطق مستقبل سليمان بلا نهاية مالك. توفيق بيد ربي، معناه توفقنا باش احسننا التصرف الملعبي وفي الاوقات الصعيبه والاوقات السهله اللي شفناها في الماتش. البريسيون اللي عملوها علينا مع الاعانه نتاع الريح خلتنا اون ديفيكولتي. الملعبي ايزون بيان رياجي الحقيقه، معناها ما انهم با بانيكي وبقاو حاضرين وبقاو مركزين، ما قبلوش الثاني بعد التعادل خاطر هذاك الوقت الخايب. الملعب التونسي بالنسبة لي المدرسة اللي تكونت فيها كمدرب حقيقة، هي والقروان، هي وشبيبة القيروان، لكن الملعب التونسي أكثر لأني خدمت فيها سينيور. التيرانات نتاع التارتون اللي في الملعب التونسي أنا رانيت فيهم التراب قبل ما يوليو سانتيتيك، معناها قبل ما يوليو عشب اصطناعي رانيت فيهم التراب. ودي جينيراسيون، معناها دو تروا جينيراسيون خدمت في الملعب التونسي. أهم حاجة لقيتها معناها كونه فما نظام داخلي في الفريق، فما معناها ظروف جدا طيبة باش تخدم في التيران. عندك تيران تريني فيه، عندك مركب محترم يليق بالملعب التونسي بفريق كبير، الملعبية صغار في العمر وموتيفي وتكنيكمون بهين. نحبوا نعملوا جمعيه تنافس على حاجات معناها مراتب متقدمه، واذا لقينا رواحنا في الكورس على لقب علاش لا، ماهيش غريبه على الملعب التونسي وماهواش معناها تاريخه يتكلم عليه. كان هذا حوار الاسبوع واخترنا نصيف البياوي واختاروا سفيان الوجه وسفيان خالد وأسامة ورضوان. استغل الفرصة، الأجواء جيدة طيبة في الملعب التونسي، رجع مرة أخرى للملعب التونسي، مشي لهم في باردو وخصص التشالنج للبقلاوة. نتابعوا بعضنا التشالنج. بكم في فقرة الشالنج. بعد لعبيت أولمبي البيجي الأسبوع الفارط جينا الملعب النيفر باش نشوفوا لعبية الملعب التونسي وإمكانياتهم في كرة الثابتة هذه واللعبة نتاعنا. زعما فما شكون مش طايح الحبوب اليوم؟ ماتش
باش نعاونك انا في باش ينحيوا شويه ستريس من اللعبه نتاعك. اي بارك الله فيك. مزلت جديد انت في الجروب، تعرف شكون يفرابي بالكدا ولا شكون اللي بالا اللي شكون؟ انا صحيح عطينا ثلاثه برا عندي ثلاثه لعبه. مش نعاونك نزيد تكتشف. عيون عيون تشالنج ملاعبي في الملعب التونسي حمزه المسعدي ريان بن خميس والعيوني العيوني عمل ثلاثه كرات ثابته من خمسه يعني التحق بلاعب الاولمبي البيجي حبوبي مازال الرقم ينجم يتطور مش شوف شكون الملاعب اللي ينجم يكدري خمسه كرات في المرمى. ولاد البقلاوه تفاعلوا مع التشالنج وحتى الاولاد هنا اسامه ورضوان وخالد مش عامل لكم تشالنج شنو رايكم؟ حاضر انا اسامه شو رايك؟ عندي خمس سنين اسامه عنده يسار نتاع تشالنج والله عندي خمس سنين ما سقيت ستيران اسامه 40 متر يضرب من بعيد وكا اما الحاجه الباهي القواشي هو اللي ربح عنده تشالنج اسامه اخر عنده نوع اخر تاع تشالنج القواشي ربحها وكا على الاقل تشالنج وسفيان معانا زاد ولاو حتى الفريق الصحفي والتقني والفنيين ورانا الهادي بن علي زاد ورا الكاميرا يمكن يشارك معنا في التشالنج الخاص بالاحد الرياضي باش نمشيو المباراة نجم المتلوي والاولمبي البيجي نجم المتلوي بعد الانفاز على النادي الافريقي انتظرنا كيفاش باش يظهر فريق قيس اليعقوبي في مباراته امام الاولمبي البيجي اللي رجع بقوه للرابطه المحترفه الاولى بعد طول غياب واضح بانه الاولمبي الباجي وهذا ما يتمناه الباجيه انه يبقى في الرابطه المحترفه الاولى ويمكن حتى يلعب دور مهم السنه لما لا البقاء مبكرا في دوري الاضواء في تونس هذه صور الاستعداد للمباراه الجانب المعنوي مهم جدا في هذه المواجهه وكأنه نجم المتلوي كانت عنده نوع من الأسبقية خالد تربح ضد نادي الإفريقي وتستضيف من بعد أرضية ميدان. على أرضية ميدانك الأولمبي الباجي ديما أصعب مباراة عند المدرب في تحضيرها اللي تجي من بعد مباراة كبيرة وقت اللي تربح ضد فريق كبير خارج ميدانك بعد أكيد يكون التحضير نتاعها صعيب ياسر على المدرب وهذاك اللي رينا ممكن طريقة حتى تضيع ضربات الجزاء خاطر النجم المتلوي ضيع زوج ضربات جزاء في المباراة دونك من هنا تفهم اللي فريق ما كانش مركز كما يلزم وقع فريق اللي تريز اوبورتونيست على لعب على امكانياته وقت اللي جاته الفرصه باش يسجل انت كاينك سبقت حافظ طرابلسي لانه مع حافظ طرابلسي ملخص المباراه ومع حافظ باش نتابعوا هدفي الاولمبي البيجي وباش تابعوا ركلتي الجزاء ايضا اللي ضيعها نجم المتلوي
مشاهدينا الكرام، هواة الرياضة أجمل التحيات، مرحبا بكم من ملعب المتلوي في بداية هذا الملخص المطول لمباراة النجم الرياضي بالمتلوي وضيف الأولمبيا البيجي بإدارة الحكم هيثم جيرات. هذا هجوم كرة على الجهة اليسرى في دفاع الأولمبيا البيجي، ثم أتباتية التوزيع وتدخل الدفاع عن طريق أسامة فرج. 12 دقيقة لعب يضم في الشوط الأول، نتابع تنفيذ ضربة المخالفة لفئة الأولمبيا البيجي، ثم مراد الهلدي وكذلك ثم الظهير الأيسر أسامة فرج. ننتظر على التنفيذ، مراد الهزي، التنفيذ والهدف الأول، الهدف الأول للأولمبيا البيجي في توقيت 13 دقيقة لعب. في التنفيذ ثم محمد جمعة خليج، كرة عالية تنفذ تدخل الدفاع رأسية وضرب الجزاء لفايت النجم الرياضي بالمتلوي. ضرب الجزاء في توقيت 20 دقيقة لعب، هيثم جيرات قريب من منطقة العملية، فؤاد التيمومي والكرة خارج المرمى، الكرة مشت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس قيصر عمدوني. نتابع هذا الهجوم لفايت النجم الرياضي بالمتلوي، محاولة للتصويب ممتازة في اتجاه ياسين مجدي والكرة تصطدم بالدفاع. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم هيثم جيرات على نهاية 45 دقيقة الأولى من مباراة النجم المتلوي وضيف الأولمبيا البيجي بأسبقية الأولمبيا البيجي هدف مقابل صفر في داخل 45 دقيقة الثانية من هذه المباراة. هجوم لفايت النجم الرياضي بالمتلوي، التصويب والمطالبة بضرب الجزاء، وهيثم جيرات يأمر بمواصلة اللعب، تصويبة من زياد البكوش تصطدم بالدفاع، تعود الكرة لفايت النجم الرياضي بالمتلوي، زياد البكوش التوزيع تمشي في اتجاه فؤاد التيمومي، سيئة ممتازة من الحارس قيس العمدوني. الحكم هيثم جيرات في توقيت 13 دقيقة لعب، في هذا الشوط الثاني يوقف اللعب طبعا باعتبار تواجد بعض الجماهير في المدارج الرئيسية. فؤاد التيمومي ماذا يفعل بالكرة؟ محاولة التوزيع ممتازة وحلوة البراد من الحارس قيس العمدوني. نتابع هذا الهجوم لفايت الأولمبيا البيجي، تبديل وجهة اللعب تمشي باتجاه فراس عفية، التوزيع على مستوى نقطة ضربة الجزاء والهدف الثاني للأولمبيا البيجي. مراد الهذلي كرة جات على الطاير بعد توزيعة فراس عفية في توقيت 36 دقيقة لعب. إذا أمامكم مراد الهذلي صاحب الثنائية يغادر الميدان بعد ما رفع في وجه الحكم هيثم جيرات الورقة الحمراء، إقصاء مباشر. سند الخميسي يقطع الهجوم ويتعكس لفايت الأولمبيا البيجي، ممتازة عملية خذوات محمد عزيز جويني وعلاء الدين، ترجع الكرة لفايت فرصة الهدف الثالث، الهدف الثالث ويضيع الهدف الثالث على فراس عيفية، فرصة لفايت النجم الرياضي بالمتلاوي علاء الدين قمش وضرب الجزاء. ضرب الجزاء يعلن عليها الحكم هيثم جيرات في توقيت 90+5. فؤاد التيمومي، هيثم جيرات يعطي إشارة تنفيذ، فؤاد التيمومي ويفشل مرة ثانية، يفشل مرة ثانية والتصويبة من فؤاد التيمومي. نهاية مباراة نجم الرياضي بالمتلوي وضيف الأولمبيا البيجي بنتيجة هدفين مقابل صفر، ثنائية المراد الهذلي دقيقة 13 في الشوط الأول ودقيقة 35 في الشوط الثاني. كانت هذه إذن مباراة نجم المتلاوي والأولمبي البيجي، وفوز مهم جدا للأولمبي البيجي. أولمبي البيجي القوة فين؟ السر فين يا خالد؟ في المدرب ولا في لاعب مثل الهذلي رغم أنه تم إقصاؤه؟ فين بالضبط؟ هو في المدرب والمجموعة اللي عنده نجم المدرب. نحكي اليوم نحكيه على ما يمشى على فرد في الستاف تكنيك، نحكيه على مدرب والمساعدين متاعه، نتما حافظ مساعد المدرب زاد يا أخي يخدم في خدمة كبيرة، لأنه مدرب زاد أثبت مع مستقبل سليمان، المدرب تفهمي فيه خبرة كبيرة. اليوم من أحسن المدربين لين في تونس صحيح، البصمة متاعه كانت واضحة في مستقبل سليمان، الفريق اللي طلع الموسم فارت حديثا وبدأ به وعمل به مشوار جيد. الموسم هذا
منذ البدايه مع الاولمبي البيجي، وهنا نشوفه في البصمه نتاع المدرب والناس اللي تخدم معاه اللاعبين كيف كيف، فما تحس تجانس كبير ما بين اللاعبين الشبان ولاعبين الخبره، سورتو الهذلي الحقيقه للاعب اللي قاعد يعطي في برشا اضافه للفريق. دونك يتلم العناصر هذوما الكل مع اجواء طيبه سكيسور بما يحيط في الفريق، اكيد باش تكون النتائج باهيه. اولمبي البيجي ميريتي حتى التوا اللي النقاط اللي ياخذ فيها بطريقه لعب مميزه، عنده الطابع نتاعو زاد بالتكامل اللي ما بين الاطراف الكل في النادي. بالنسبه لنجم تلاوي رضوان، هذه من صنف المباريات اللي كان ما يلزموش يضيعها بالضبط على ملعب. بالضبط، لانه تسمى مع منافس مباشر، المفروض انا نقول ما يلوم الا روحه معناتها نجم المتلاوي في المقابله هذه، خاصه زود ضربات جزاء معناتها ضايعين بالطريقه هذيك. صحيح المقابله كانت متوازنه، الاولمبي البيجي عمل مقابله محترمه جدا، لكن نجم المتلوي كان واقف كما يلزم، خلق فرص، تعدى على اليمين على اليسار افيك دي تير كادري، تقريبا اللعب نتاعو كان متنوع، لكن اذا كان ضيع زوز ضربات جزاء في مقابله كي من هذه اكيد باش تخسر النقاط نتاعك. سورتو لولا، لولا كانت تتبدل الوجه نتاع المباراه الكل. الكل نتاع المقابله. والثاني اكس بلوا نتاع حارس زاد ما ننساوش، يعني هو اللي نحى الحارس فهمت؟ الثانيه نحى الثانيه، ما نحى الثانيه. اي نحى الثانيه. نحكي على الاولى كانت سجلت، ممكن الماتش كامل نجم يتبدل. نمشيو لردود الفعل، والاكيد بانه قيس اليعقوب يقر ايضا بفشل لعبه في تحويل ركلتي جزاء، رغم أنه ما يحملوش كامل المسؤولية. كونفيرماسيون للديبار اللي عملناه، كونفيرماسيون هذه الدوزيام فيكتوار على الاكستيريور. نشكر أول شيء الفضل ربي وللملاعبين اللي هما قاعدين يطبقوا فوق التيران، احنا نعملوا شيما تكتيك لجوار هما في الابليكاسيون. اليوم لو كان ما جاتش النتائج اللي نعملوا فيها دوميسيل الأولمبي البيجي كان ينجم يكون من كوكبة الطليعة. الحمد لله مركز جوز أهداف وتوفيق من عند ربي، وما نحبش نكون هداف حسب ما يحكوا برشا عباد، راني ما نحبش نكون هداف، نحب نكون متكامل مع الجمعية ونمنى الجمعية على بكري إن شاء الله. اللي ضيع ضربة جزاء وحتى ضيع ضربة جزاء الثانية وتقبل هدف معناه اللي قبلناه في العشر دقائق نتاع المخالفة، أنا أقول الريزوم الحالة نتاع الفريق. قمت قبل وقت اللي احنا نربحوا والكونتور قاعد يدور، قلت راهم ليامات الخايبين جايين، ونعرف شو نقول، نفهم الخدمة نتاعي، لأنه ما تنجمش تعمل أكثر من 5 ولا 6 سمان ب 14 ملاعبي برك. اليوم العامل البدني كان عامل فيصل، اليوم نافي با سيت فريشور لا متعب ومتتالي المباريات. قد صاحبنا عاطف تضرب ان شاء الله يرجع لاباس. الحقيقه الاولاد الكل حبوا يلبسوه النومرو نتاعو، يعني ممكن اقرب واحد ليه قلت لهم نلبسوا كناني، والكابيتان نتاعنا ان شاء الله يرجع لنا في ساعه ولاباس. نمشيو لبنزرت، مباراة النادي البنزرتي والنادي الافريقي، وضعية صعيبة للفريقين بالطبع، مشاكل كبيرة في النادي الافريقي، وضعية أقل صعوبة بالنسبة